أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخواتي في العقيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندوذن بركيسن إن شاء الله تعالى مانتا أو خميسة أفرتي بشي ربيع الثاني كن إيو أفر بقول إيو تضبية صدن وأودي أنت أفر إيو تمنك بشي كوادي سنة كعصر لبكن إيو اللحية تمن وحن إن شاء الله تعالى بلاوينا ندوة علميات وهوينك اللوغو تلقلي وصعون دونتا مدة دوادة سيدي أغيسيسك إعلانك أدكم أغشين وغنا فائدين دونو إن شاء الله تعالى هدي على نكرسيو موسم يدا إيا وقت يدا فصح يدا دوكسي قوية سنة كيلا بچار بإذن الله تعالى وعمرك روما هدنا غينا إله سبحانه وتعالى إنه وفتيي إنه نسوغني مادنو مرلا بعد وحنا مهادنا قيا شيخنا قيمة هلا شيخ محمد شيخ عمر درير أو مانتا اسمه نوبل أبيا مركز أو نكاد البنو إن أو نجلس أو قريب قلم حضرات كنا شيخ أوه الرجاء نعجيبه ويهاي يدون أوجا هاي إن أنا طبعاً دقيقة أو وقت الإرادة أنا هيسن أو وقت جيسو بروحه واحد المام يسرمتي احترام الإرادة يقدرين الإرادة وحافظ وصيه مركز توعين محاضرة وقبها أنه حلينا إلى ميزان كيسة حسناتك وقدره إهل كي أبدك الله وبركيه آخرنا إله سبحانه وتعالى رفيق سراء النبي يشو هذا ومعوضة إله سبحانه وتعالى هكذا انت كبعض موضوع أهر هي مارتا إنه كبلا بين مانتا وموضوع رمتي قيمة بضن سيدا الشيخ ومقلي هاي وموضوع كسابسن الرحلة إلى دار الآخرة دارت أنا إنه تجمعي لقاس عنا يو أو دار كل لو وريجيو موضوع الشيخ خانو رافي دونا الشيخ أيها كسود وينيا فلتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، موضوعنا إنه حسك حسوسنا إنه وامر لما هرانا وقيدي الله صفر يلو قول يا آخر ووح إنسانكو لما هرانو لكن أدمددتكو إنه حوقه كسي جيدا أما أنا كبرا ركسنين غافلين كيهين صفر كايساق آخر الله صفر أيو هدي عيد لقدين أيو وحال لقدين لها رسوشي يا نبياشي وفضل بطن النبي محمد عليه الصلاة والسلام لقمدينين لقمدينين كلية بني آدمك لكن نولو رم إستغنى واكو حكومية هي قاردة وإجباري بالقفك لقو قصب يوي أمها وقلاد أمها كقيلي إلهي أحر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت نولكستا قريدو للمنية نولكستا بني آدم ها أهاو حيوان ها أهاو
كيرد ولا مهران بول هاي دتكو كلا دوي ما لين تا قيامة أمر كيدت كهري ما دان أبال مرين باو تعو قفنا وقولي سنية قفنا وقول دري سنية لبدا سويل هاي كلا قال تلا قوار ما يوربا كهرية لقوار ما يوال هوا لكن وربا كتم بيني وركي كتب بيني ولهاي شغو حول ثمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز قفك انتو النار لقبت باديو شنن لك قليب ولهاي كاسيو اللي باني قفك لكن نار قلي كاسيو لمات نعوذ بالله منها إلهي بركم قال سبحانه وتعالى أن ملقا إساقا قصب قفك نفتك قاضي قرآنك إلهي وحق وكحس هدود دون يقفك هبا كفر نظر وهكفك هذا أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في برود مشيدة ميالك استوتهيم با أما تشوكتانو قشان ملك وقوئذين كسود با قلي أبو لهي سبحانه وتعالى قال عضاء أدك با يدارة أدك يقودات أدك هدات وانتان قلع عصر قانا ينو تشوكنو عالم كقالة وحي نوكسونها إن آد وقع الصدانة وقع عراران قيردة هي أسباب تعذر هذا علمي عافمات كنا وهرم مري انت أصولا من دوح وكا مطلع حلا وكا كتري متشي سيدة دراد ديد معنيها الروح ويقفك هاتو ميل خطر بدن قلو وآن قيردة آنو كوحو كنا ينبركا أما آنو لمن اينور إلى هاي وقدرين ما لمن اينور هدي او ميل آمنة شوغو او آن عبسل هاي او حكومي هو نفط لغا قادة ينا كو آمن نقول ما يطا ساسا إلهي وتلمان سبحانه وتعالى سفر كاي سقع آخرة ورمتين إرادية بدن سفر رأك لك قدوان وحيابها وقارك أو حكم إذا إن قفك مركا نفط لغا قادة ينا أغيسيني نبي محمد وحو حسي عليه الصلاة والسلام رسوشي سيان نبياشن بولا هاي اوغيسيا ما دائما يهين ضد اسكو كالصان وانا عبسانينين الى هاي موسي اوغيسيا كورت النفط لغا قاضي مالك وقت جيسو سولا وادو سيدي نبي محمد بالله وشاقي اي نبي موسى بالله وشاقي عليه الصلاة والسلام لكن ضد كان كلاها الدين لو شاقي لها حياته ريانا راشو بدلنا للمصر ايه لحسن نضاد أما طبان سنة كدب بعد ما يساعدين لأولان لها انتا كسو كيسا قل فوفبون نقول لها قف وحنا معونين وحنا معبين ساقرين تاسو إلهي وضار بذي سبحانه وتعالى سفر كاس وحيابا كانوا لياب كل يوحا كاملة ان سفر هذه كلا الدنيا ذا لسفر ايو كقد ويهي صور نقض بالي ما ينان أرق قف والد كينية وإهل كينية وإن أصول نقضي وإلي أنك آخرين إذن كوربي وإذن كشاكين يا مجيرو إلهي بأوحر وحرام على قرية إن أهلكناها أنهم لا يرجعون وممنوع دادا نفكن ككحيين كسو علي أبو لهي لابن محمد وحر حسي عليه الصلاة والسلام هدي عدل السوء علينا يقفك الشهيد كابا لسوء علينا مركو أركي درجد إلهي وآخرة كسي أيا وحر شعلي سنيا إن دونك لقوا عليه الجهاد في قصار أنت وهذا لقوا عليه قصار أنت كل كاسة إلهي كعصنا يا تا إلهي نوح وجه وابي إن بني آدم كلها طول تاكي ما أدكم عليه وحكروا عطاء إذا هن آذوا عتيبة وي سفنا نتكسر نقني أوجيسيس نلهين وهذا أنا كتلاقين وضد كين بدنا كم بده ay iska dhagoolayn yaano hadii la ila goor goorta aad dhimato haygu soo dhawayn buu kulay alla ma qadare uu iska fogeynaya arrinkaasina waa arrin aad iyo aad la yaab leh aan geeridaas la yaqta ahada qofna ma gafayo wama jacalna lil bashar min qablika al khuld afa in mitta fahum al khalidun qof adiga ka horeeyo oo bashar ka ahotan ku waareeyo ma jiro mid waraya ma jiro
ما إيجا أيا واريا با إلهي سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون الله سبحانه وتعالى وحق لا إياي نور أول من قريد ولا من إياه لكن أيامها هل كان شوكتان ابتلاء يا امتحان أيا وشوكتان شيل كان وين أينو نحمر مرينو يا الدنيا الله يلاه أضمه أنت أي شوكان waxay ka dhigayeen ardayda imtixaanka laga qaadayo kale ardaydaas tijaabada maraya si ay shahaado wanaagsan iyo jaysad u qaataan halow ki dhacayaana waa halkiisa markay ilaahay wuxuu shar iyo khayr ba walidin marinaya dibka lagu imtixaanaya dheefta lagu imtixaanaya wixii ku soo maraaba waa imtixaan anaga xaggayaga ayay idin u soo noqon doontaan ba ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa xusid mudan القرآن الكريم كاهي آد بوي نغوانيا قيريدا قرآن آد بوي نغوانيا انتهى آيادات بخور رمي قيريدا يعني ما شاء الله يدددك واوين وقرآن لمنين دائر تنائي لما توقف ولما قدروا لي بل قفك أورك نغو كل انتا مركو صورنا عن أول انتا يساقر لني يرابو لمنيا يساقر قفو ينبو لمنيا مركددك ياري ياري yay ku talagalinoon geeridana ku timaada dadka waaweyn laakiin qof waliba waa u taagan yahay intee oo dhalinyarada mar kula rawaxay oo israacay way badan tahay ilaahay quraanka isagoo kaga warramayo inoo sheegayo wuxuu wajaad sakratul maut bil haqq dalika ma kunta minhu tahin geeridii baa timid iyo sakaraadkiisi isagoo xaq ah isagoo xaq ah ayuu yimid sakaraadkaasi jaa sakratul maut bil haqq dalika ma kunta minhu tahin ina bani aadam wakiyaad ka lexleexanaysa wakiyaad diidanayda dafirsanayd wakiyaad afka ka maloolinaysa malagiya maanta waa kan arrin aad u cajiiba wey wajaat kullu nafsin macaha saa'iqun wa shahiid laqad kunta fii ghaflatin min hada fakashafna canka ghidaa'ak فبصرك اليوم حديد بركو الهي نفط الصلاة وقاده سكرات نومري هدى نو سعر إلى يوم آخر نرد باي منيس كل كساء الهي وحول إلي كي أديريس كي يريد يصاب حدي أديريس واتن إيش هذا ويوتشي دابان توي في قنتو آد بدار كيسا قرآن كريم كه سياب بدم بنو حسوسيا جريدة وحيل هاي نقول برارتنا يا قبل فوات الأوان أن نستفيد إنه فائدة سنها الضبع كل هذه قريدة النقطين لما هران إنه فائدة سنها أنت فرصة هذه السنة أيامك ومنوي نبي محمد وحول عليه الصلاة والسلام عمره أمد أيضاني وحول دحية لحدا إلى تضبعته وعدتك وقواوين أعمال هذه الأمة عصر قرأي نتوقنا نواضي كسيرات دواد قرن كريسة عمره قاي سقعة intu yahay qofku shan afar iyo toban waxa uu ahaa sabi ayuu ahaa qayb ka mid ah umriga uu ba hurdaaba qayb ka mid ah cunadiisii iyo xamaamkiisii iyo xaaladahaas uu ku mashquulsan yahay xaajatul insaan intaaba ku qaybna uu shaqeysanaya oo wax soo saarkii adduunyada u dhaqaaqay ayaama kooban baaba ku soo halaya sanada kooban ayaa u soo halaya camalkaaga iyo cibaadadaada iyo sahaydii sidaa daraaddeed ilaahay isagoo taa inagu baraarujinaya wuxuu dhahay waa anfiquu mima razaqnaakum min qabli an yaatiya axadakum almawt fayaquula rabbi lawlaa akhartani ilaa ajalin qariib faasadaqa waakum min alsaalixiin walan yuakhira allahu nafsan ida jaa'a ajaluha wallahu khabiirun bima tacmaluun wax bixiya oo baanka ilaahay wax sii dhig oo wax iska horreysiiya من قبل أن يأتي أحدكم الموت أنت أنا مديدين كي إذا كم إذا موت كوي مانين لا والله ما هران أمر كوي ما دو قف كيف رصدا يسكت ضيعة أي وقت جيس أن كفاية ديسا أي دائران تيس أن كفاية ديسا أي مال كيس أن كفاية ديسا وحلاية هاي لولا أخرتني إلى أجل قريب إلى هاي ما يردم لك أيامك هو ما لولا أخرتني إلى أجل قريب ayaamo kooban hadduu sideetan jiray wuxuu oranayaa ayaamo kooban
هدوب بقول تروي حورنا يا أيامك محوق قبنايا فأصدق وأكل من الصالحين إله الصدقة بحلها تذكر صالحين تنكم نقولها معنى ذو حوي الصدقة دي عمل كي عبادة ذا هاي فرصة دي بعرفت سبحان الله إذن قرآن كوحي نقبل روتين يا ولي وحبحية انت وقت وذن دافي عمل فل انت انت عرف قوين وحا أين أركينا قرآن كريم كاهي مركلة سيقو قريدة كوه رمية وحو حصيلا إني بني آدم كأدن تهيبا إن قفك نفتر لغا ترى أو معناها الدنيا ديني دادك سيكا لسعودان قرني با قرني دادك يدان أتهي وإكرام للإنسان إلهي وحو قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره إنسان كنت لهي نفتك قال يو دلي أي حلال سمعي سيابه كما مسيو حكم بذا سوى عن نوفض عروش هو يدي كسوين يقف وين بك كرغي وددو كسو بحي يمرك هو يك أي دلي سيبو إلهي وسهلي نفت بك ترى يردن وهيدن وأدوية ذك كحيو كرامنا إلهي وسيئو هلا آتابول سيدا باختيادة حوالها بناك لغا طوري ما ينسانك وحالا إلها بحبارو تاسينا وحا حكمت دا قرآن كوشاقي كوم موچنايا دي مثلا دادكو إساسو ودا قاري لها حاوي آدمنا أي توقي لهين أوو ياشاين وكو أبتر سنة إنو أورنا منا أي توقي لهين دي محاذ مرين إسا مرش محاذ مرين إسا الدوية العليا كاريعها محاذ مرين إسا دادكي ودا قبابا يستولي ورورا أما ولا بوكا دي قد أي دريني لهين وكان دادكو مقرانا يا مصلحة دا لكن الهي وحو الله يهي ددك إنه ساوسي كلا السعودان وكل بقرني أدوية عمره وفرصة دي سأوقاته سلا سابة كرامه ونقطيب إنسانك وحا قرآن كبرك له التلبام إياه قفك هذه ويسوكو قريدة إنه قواني يا قرآن أنا هو وعدي قرآن قريدة وإنه قواني إلا إلهي بأكسون رقي الضمر مضحي الرعية إن ددك إن فربضان قفلة دي كجترى الحسوس تقريدة قرآن كيسوغو إنه قواني نيا كيريدة أيا إلهي وحا قتلبامي مركا قفك نفطو أي قواتو أي سكرات كوي مادو وحكا صلى السماية بإنا لغو تشوچين كريني إنا لغو عبورين كريني إنا لدبا قبتين كريني موقع عجيبة أو قفك يو نفطو أي كبحيس و أهل كيو أكتشوغو أو أضيبا ديا نخاطير تي أيو حوكا تريلايهين موقع كاسو إلهي صوبندغايا فالكسائل هاي وحولي كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بساق إلى ربك يومئذ للمساق وحا حمانتها يسكد ينبيع الهول كلا إذا بلغت التراقي إذا بلغت التراقي مركي نفتي صوص عطو عليها كصوب بحضو قال كذبك صوب بحضو كالحمها أي سوق عدو الكاعونا وقيل مرة الضدك أكتيس الشوغانة إيه أهلك إيه أصحابتنا إلى المرة وريا ياسينك كو أخريته كان يوصو عليه وفك نوا كشبه عيد قنانة يسو حكوته في تامتشرته أما قارك إلى الآن قف وحداوي إياد أخترك وحكو ركيب لها وحكو مذلها مي وقيل مرة كي كنت فيه يكي دوين يمذو البوى الله أرض تبدي يقول كذا مذو البوى الله أرض وظن أنه الفراق قفوا إن وقتي وايقانا يسألون أول حد دريم قف كاسير لمن يا وقت جنين وها وقت جي تجده ووقت جو أشهاد العلني ووقت جو قف كدردارا كبدني ووقت جو لا يها إسامحة يهب الوان سامحة يا إسلانتي مهر كاريسية يارهن كاسعين كاسويها وكا وظن أنه الفراق تدك وقت قاين اللي بوك الله بحيا بنبو شيء عليه الصلاة والسلام قف تعالى أنا يا إلهي إلا كل أنك سين وهروسي سعوة يا قف نعيا إنه إلهي إلا كل ما وهل كائن أحدني كجب العربيس نبي وحده عليه الصلاة والسلام ما لم يستوى أصحاب تكو عدي يجري وكلها ضيع وحول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه
ومن كره لقاء الله لقاء الله كره الله لقاءه قف كنعه قف كجعلاده الهي لكلنكيس الهي نوحو جعلاليا انو لكلمه قف كنعه الهي لكلنكيس انا الهي وحو نعيا انو لكلمه كاس عبد وحو فهمين نعيتان كغيريدا لنعي كو حيلا النبي الله ميد ولو نغا ميدهيبا ما جعل دمشره ارينتو عين كان ما هي الرسول صلى الله عليه وسلم لكن قفكم مركا وسيدي منايو وحا لا تسينيا ماشا او كفريسانيا جنده ايا مؤمن كلا فريس ايا لا تسينيا هي افتين كايلاده هي ادغونك هي بلعده كسو موقنيس هلكا كدبنا وحو جعلان اي نو تن يا رفات كده هرو وسي سعدو لكلنك الهي جعلان يا اخره كل كلميو الهينا مركا سو جعلان اي نو سو دويو لكلبا قفك قالك اما فاسقا اما ان الله waxaa la tusayaa baqadahu min annar naarta halka uu ka fariisanaaya la tusayaa kolkaas uu naxayaa kolkaas uu jiclaanayaa kolkaas uu naxayaa adduunyada in lagu daayo ana akhiraba loo kaxay iyo inuu ilaahay la kulmada uu naxayaa la wax arkaya holaca iyo naaraha ka horeeya sida daraadeed ayaa ilaahayna uu naxayaa subhanahu wa ta'ala la kulankiisa inuu la kulmada ilaahayna uu naxayaa marka xaaladaasi weeyaan ما هبوا الجريدة اللي نعي ود قف ولا بس الطبيعي جريدة قفج على متجره وحي مركز المام يس آيات الشدة ديس يسكرات كولاية وقيل مرة وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق معناها الله بدي نقولون بايسكم مربي نقولون ماذا إنه وحي كل شقينا يا أو إنرتشي كان يهيدراني كان يتمرتن أي كل أغلقاق يا والروح له marka laakiin ruuxdi ay ka baxdo halkii kolba meed noqotaa ee naftu ay ka baxdo dhaqaaq maray marka ilaahay waxa uu tilmaamayaa cagahi iyo qofkii uu isku maray oo kolba dhaqtarku xagga dambe ka eegayo oo meed noqday wal tafati saaqu bi saaq cagahiina isku duubeen inta dambe uu kaga sii wareegayso ila rabbika yawma idin al masaaq in badan buu baal ma soo joogee maalintani waa maalintu ilaahay geediga u ahaa xaggiisa ayay ilaahay wuxuu in badan buu soo joogaa dunyadii إلى ربك يومئذ المساء صعدكم أنت ورب حقي صنقت نمره آية تسوح نص ورت مقال كعجيب كأ تدك وقت جاي تليفون هذا يصدر يا دبلي يقود مالك استهجوه هبل بين نفط كقر ميسا هبل يا سيل نص كرا بركو صاع على والمحل سين كرا والمحل قبان كرا نختارك أحر يفسن هدي لجاي وحلاي خلاص وكنا قاتي إسكير رسوقه wax kala nadiin qabaama jiro xaafadiina geysta boolay dhaqtarka ay ka gaxay inta darada insaanku waataa marka ayadaas waxay tilmaamaysaa insaankii muqaalkaana lagu soo bandhigaya inuu xusuusnaado qalbigiisa aanay ka bixin marka aayadaha aynu soo akhriyeen tobaneeyada ku dhow waa geerida xaqiiqnimadeed ay ka warameen geerida muqaalkeeda ay noo sharxeen qofku waxa uu la kulmayo wax ka tilmaameen waxay noo sii gudbilahayn axaadiidta nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam nabigaas nabi maxamed oo isaguna had iyo jeer aad iyo aad dadka ugu baraarujin jiray geerida ugu horeynba wuxuu ihi akhiru dhikra haadi billadaat umaduu la hadlay mid hore iyo mid dambeba rag iyo dumarba kaasaa wuxuu leeyahy waxa aabadisaan dhikra haadi billadaat macaanyaalkan yaryar iyo dhadhankan adduunyada aan ku haysaan kaydinka kala jari doona macaankii cunnada macaankii cabidda macaankii hurdada macaankii laydhsiga iyo hawada waxaas uu soo afjarmaya adduunyadii aada macaansanaysay intuba way soo afgo'ayaan way soo afjarmaya marka dhadhankan aa adduunyada ku haysaan edee dadku ilaahay u seegeen ee u waasheen mid baa soo kala jari doonan mala geeri laydhaa geeri kaa xusagu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam wacasharo aynu u baahannahay inaynaan isu dhagoolayn oo aynaan isilowsiinin caruurta loo sheegi karo dumarka loo sheegi karo dadku marka la isu sheego ee aada loo xusuusan yahay marka qof dhinta ma baroortaanba ma baroortaan waxaa u daliila xaaskii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay arkaysay oo indhaha ay ku haysay oo ay taabanaysay rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam oo sii dhimanaya ونفت أي كسي بحش والرسول الأمة وحبيبها وزوجها الرحيم الكريم
oo saasay laabta ugu haysaayo marka kelmadii ugu dambeysay uu ku dhawaaqay iyo muuqaalkiisa karaadkiisa iyo ereyada ku dhawaaqay iyo kolba sidoo u miyir doorsoomay intaba way noo sharxaysaa markii naftu ay ka baxday aayar un bay dhigtay nabiga oo raggii bay tiri rasuulkii ilaahay wuu dhintay macnaheedu waa maxay markaa maay barooran dhulka islamay dhicin maryay iskamay jeexjeexin tababar iyo cashar bay ku qabtay malankana way ku talagalsanayd inuu nebigu dhimanayana way ogeyd inay iyadu ku daba jirtana way ogeyd markuu qofku dhulka isla dhacay uu qaylinayo dharka jeexjeexayo u qaadan waabay ku noqotay ama kaagiyo aan fariir bay ku noqotay dhimashada lafteedu la yaabsan yahay maxaa ka qaylisiiyey haddaa ha naxo qofkuyoo ilmaha yeesho laakiin haddana baroorta faraha badan iyo waxay muujinaysaa karah geerida iyo waxaan inuu lama filaan ku noqday u qaadan waab idan markaas sababtan uu nebigu u leeyahay calayhi salaatu wasalaam ummata alislaam ummadda islaamka uu leeyahy waar geerida xusn oo casharadiina ka dhiga qaarkood casharada aynu isa siinayno guriga isku siinayno iskuulka isku siinayno suuqa isku siinayno xafiiska isku siinayno ka mid yahay malaga iyo geerida waxay culimmadii salafku tilmaamaan imaamkii weynaa madaxweynaha muslimiinta qarnigii hore ahaa macnaha boqolaadkii hijradu markay ku dhaweyd meelaha cumar ibnu cabdilcasiis nin cadaalad badan buu ahaa markuu maalintii odhan muslimiinta u shaqeeyo ee xafiiska in badan uu fadhiyo ee xoogaa uu yaro dareemo howlihii maamulka iyo xiisadooda iyo xurgufaha ay leeyihiin wuxuu odhanaya igu yeedha alcubaada waazuhaad dadka cibaadada badan iyo dadka adduunyada ka saahiday iyo dadka waxwacdiya igu yeedha markaasaa la fadhiisan jiray gurigiisa markaasaa la sheekaysanayaa geerida layska waraysanaya iyo sakaraadka iyo dhibashada iyo qabriga iyo waxa ka dhacaya iyo qiyaamaha iyo jannada iyo naarta kolkaasaa raggaa waaweyne goobta isugu yimi ay ilmaynayaan oo qiroonayaan oo xusuusta ay badinayaan dabeetana iyada oo uu ka ba'ay daalkii adduunyada uu ka helay ee uu kala kulmay iyo shaqada oo ruuxdiisii ay soo yaro noolaato oo naftiisii sacaada ay heshay u seexanaya dhaqankaasi waa dhaqankii ay lahaayeen salafuna saalix nabiga calayhi salaatu wasalaam nin ansaarta ka mid ah ayaa weydiiyey wuxuu yihi yaa nabiy allah man akyasu nnaas wa axzamu nnaas dadka yaa ugu fariidsan oo ugu go-aan wanaagsan qofka ugu go-aan fiican ee ugu fariidsan dadka waa ayo dadku fariid unbay sheegaan caqli qof caqli badan bay sheegaan kaasaana nagu ku weydiiyey marka rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi aktharuhum lilmowt wa aktharuhum isticdaadan lilmowt ulaa'ika alakyaas dahabuu bisharafi اdunya wa karaamati alaakhira xadiidku waa xasan albayhaqi baa warinaya qofka ugu fariidsan dadka ee ugu go-aan wanaagsan waa qofka in badan ka sheekeeya geerida aktharuhum dikran lilmowt geerida in badan xusa meeshuu marayaba ee carabkiisa aan ka dhigin xusuustiisa aanay ka bixin maxaa haddaba laga faa'iidayaa baa isweydiin leh waxaa laga faa'iidayaa qofku inta uu dhimashada xusuusan yahay horta isdhigasho ma leh halkan inuu ka saahi qaataa buu ku dadaalaya waa qodob qofku marka uu aakhiro xusuusan yahay geerida tulaalu leeyahy tulaale dalku u tulayaa dadku u tulayaa naxariis buu leeyahay wuxuu og yahay in xisaabi ka dambayso oo la ysku soo noqon doono tulaalahaasina waa kaynu u baahan nahay maanta ilaahay iyo aakhiro qofka xusuusan iyo qofka labadaba ilaaway dalkiiyo dadka isku mid uma aha waxa weeyaan buu ihi kuwa ugu diyaar garow badan geerida kuwaasaa ugu fariidsan dahabuu bisharafi اdunya wa karaamati اlaakhira dadkaa u diyaarka a malaga carabka ku hayaa waxa ay yihiin sharafkii adduunyadana kuwa la tegay karaamada aakhirana iyagaa helaya buu rasuulku sala allahu calayhi wasalam axaadiistii baynu weli ku jirnaa nebi maxamed uu inagu siinaya casharada geerida iyo dhimashada lama huraanka ah ee ina sugaysa ee aynu ku qanacsannahay ee mudan in loo diyaargaroobo cabdillaahi ibnu mascuud baa xadiid kaa warinaya waa xadiid sugan nebigu waxa uhi istaxyuu min allaahi xaqa alxayaa war dad yahow ilaahay ka xishooda xishaadku mudan yahay xishoodka ilaahay ku habboon ka xishooda marka asxaabtu waxay dhahayaa nabiy allah inaa lanastaxi
تانغو حبان قبناينا ان الله كحشون ان النبي محمد برك النبي هو حوله عليه الصلاه والسلام حشود كان شيغيا كاما ولكن من استحيا من الله حق الحياه قفك الهي حشود كدبتا كحشونيا فليحفظ الراس وما حوى والبطن وما وعى وليذكر الموت والبلا قفك إلهي سنبتا وحشونا يا ها إلالي مرحا إيا وحي وكوب صاي ها إلالي أهلا وفير صور أهلا ونورا مرحا محو قوي مسكح لي لقو فكري إنديه وح لقو أركي لقيه وح لقو مقلي عربكي لقا هدى يأي أفكي يدبني إنتا سنوا إنتا أهرم بضن أي كينا دارا إن كارقبة أو إنسان كهلالة إنديه وإنا نحاران تكوي لقيه وإنا نحاران تكو لقيسا arabki waa inaan wax ku hadal fikirkiisi waa inuu ilaashadaa marka madaxa iyo wixii xubnaha muhiim ah ee uu koobsaday ha ilaaliyo nabiga uu calayhi salaatu wasalaam wal badna wama waa ya arash ya wixii koobto maxay ah tawa waa wadnihi arash iyo xaraan ku curay iyo farjiga iyo xubnihi taranka iyo kaana ha ilaaliyo ilaan meesha ibtiladu ay ka timaadaan وكان النبي يقول عليه الصلاة والسلام ابتين إيا أفكين إلى شرع وحارتك إلى علي وحا أنقص عنا وحو الرعي النبي يقول يذكر الموت والبلا موت كانها حصوص تقفك قفك الدون يحشون طبين ولهي كحشوره وليذكر الموت والبلا كيريد إيا بالي نمده بالي نمده وامح بالي نمده حوية وقفك أو قلفوف مقنية عمر بن عبد العزيز أيان من كل إنتيار مذحوينها النقطة أصابك النحول والإسفرار شركا جوس بدلي وين بعض نقطة والعاتو ذي تذكر هذه الشمر كي مذح نقطان وين ناحا وويش عيلان حق ولع وحلوات قلدنتها إمك والله ضنه وحن قبانا مجره لكن هالطاري أركي لي يدو حباش اللي قريون انتي أدر حبو إلقالي oo mililku iga dareeray oo aan qolfoof noqday maalintaas hadal ku joogi lahayd hadda ay arki lahayd aniga taasa isugayse tan dib ugu ma haysay dirxiga dambe ee jirkayga galayeen qolfoofka noqonayo markaas isbeddel jira maanta adeer isbeddel ma jiree waxba ha ila yaabin buul nabigu kaleey salaatu wasalaam uu si raaciyo wuxuu yiri waman arada al-akhirata taraka zinata ad-dunya قفك آخرة دونيانا بلعلى الدنيا وما واشو اسكما دبرهدو قفك آخرة دونيانا جنب النبي عليه الصلاة والسلام ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة انت آنيدين سو شيغي غيري ذا حسكي ذا إيو ديار قرو غير أمهيم سي قفك السميعي قفك سا إله الحشوت كي نبتا كحشوت ابن رسول صلى الله عليه وسلم حشوت كوا درجوي قفكم مر نفتي سو كحشونا يا قرب مر أمضو كحشورا مر إلهي مو كحشورا حشوت كو قيمها بدنين ويا إلهي ولا كحشور ولا بحسي عليه سلام عليه سلامة والسلام حشوت كي نوع حوي والديار قرب آخرة أي رسول تلبام يا صلى الله عليه وسلم أحاديث موضوع عص إنه جو الرمى إنه جو برارجنا يا وحكم له أن حديث كتلبام يا qofku haduu u diyaar garoobo geerida ama la kulanka Ilaahay uu ka baqayo oo uu warwarayo oo dhimashada uu ka baqayo Ilaahay waxa uu la hortagi lahaana uu ka warwarsan yahay Ilaahay naxariis baa u siiya qofka ilaawo geerida ee istiitsiya iyaka ku tala gala ee inuu Ilaahay hortagi doono ee ka xishooda Ilaahay ee ka cabsada ee ka baqaya horjoogsiga Ilaahay waxa Ilaahay u siiyaa naxariis حديث صحيحة وابي سعيد نبي كورنا يا أيها وحشاق يا نين أمده نقه الرأي وقفف بدنيا مع سياك وعشري أيها مركو أركين وصير لمن أيو أيها وحو الله الإيه الكيسي أولاديس وحو كوين مركا عن دنتو لما يوحان إله إله ارتقم هايو عمر عن إله إله ارتقم هاي عيب بدن بان سمي عبسي بدنين إله بيقه هيساين سلاك كورتقو إلهي وح الله وح إله لا بي وشرني يجوبة وميت كي يجي يتناسد إذا طب صار طب بس نكرجع بدنا كوافوفا
أنا أقول لك أصلاً إذا كانت صناعية. بركو اللي انتهى دبت تنقل كيسة واحدة ورضيعة تردار كيسة أي فرن. سدي بعد ضرب الله وش ذي؟ والسدان هندي دو عليهم كبتة كوا ربوديس كعابو. شناء سد عليهم كبان بيو كبان. ضرب صبي كرني جاء. بدأ كوا فوفا. فجمع الله عز وجل شركي سيور نبو إلى هاي بد يبرنا أمر بوسيو كرو مد ولا بين تبع أنت صوروري بد يبرنا مد ولا بين تي قاردي أياس يه ولا أياس استمد إلى هاي بوسو نوري ده تناوي حلي ما حملك بما فعلت محاك وكلفة وحنا سميس إن النفط هذه جو تو بيت كاي محاك وكلفة وحلي إلى هاي عبسي أن كا عبسنا يو أو وحنا كقول كل ما بقى أنا هيني oo aan ka xishooday aniga oo ceebaysan aan koor imaado ayaa igu kaliftay fatalaqahu allah bi rahmat ilaahay naxariisti siibu qolalkum in ka isaga faa'idada geerida aad ka baqanayso iyo la kulanka ilaahay aad inaad ka baqdo inaad ka xishooto inaad xumaan la hortagto ninka caasigaaba lagu naxariistay ba marka rasuulku wuxuu nagu baraarujinayay calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixaynka ku sugan si aynu u macaashno naxariista Ilaahay inu u helo inaynu gefka dambigii aynu Ilaahay la hortagi lahayn ka cabsano inu toobad keeno hadii kale ayu rasuulku arinta kaga waramay calayhi salaatu wasalaam abi sa'id ba hadii kaas wariinaya isaguna waxa uu ka waramay sida lagu diyaar garoobayo aakhiro iyo qofku markuu sii dhimanayo waxba inaan dadka ka qalinin dhimashadiisa eero dhimana iyo uga waramo iyo xadiidka dhimashada ka waramaysa oo iyagana u dhahdo waa idaba haystaan diyaar garooba abi sa'id al-khudr markii naftu ay qabatay ee uu sii dhimanayay ayaa wuxuu yiri daca bi thiyabin jududin falabisaha dhar cusub uu yiri halay keeno uu isku taago uu xidhay kadibna xadiidku ku adkiday wuxuu yiri samictu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul al-mayt يبعث بثيابه التي يموت فيها وحمد الله النبي محمد ولا قفك وحمد الله صلى قيامها دركي وكل انتي مالك دركا يام وناتي سنيا سندر عصوبة في عن أن الله صبح معني ذو كما قرينا إيه الكيلو لما لا يواسي سعلاي دركا إيه سهيد إيه هكاتي يبو لي إما كان هو لايو دركا يا وحي قلنا إستان قيري دولا ليال سيئينا نويلاوي وحي إسلام كينو نقولي رجليين إنه حوالها بوقنا حوالها إنه بوقنا وليما رقا وليما قال كم إذن الدمر كان ويوفى السحانو وعيدا هذا هدي لقى آمي هين كفتنو بيانا ما يقيلنا يا أدام لا إلى آخري حسوس لو حسوسنا يا قايب كم إذن وابي أوفى السحان قام النوي الديدان رسول كوحر صلى الله عليه وسلم زوروا القبور كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة حديث كاسوا صحيح وحن برغي هره دين دي ده حباله هنا صوب وقت تنم كصوب وقت حبالها تقو بوقت آخرين دين حسوسين يعني حباله حباله يقل لما بريو يقل وحبال لما لما بوريو إنه قد بعدين نبو باهيهين لما فائدة كتشرو قف كيد انتين والو فائدين والو دعين يا إنه قونا قيريدا إنه كو حسوسنا إنا مركا قف كيو حولنا يا مهب البهل كا كل بلي مهبلاي اهل كي اصحاب تاب هلكا كلبنا مدب بان لو اركينين الى الهي الهرتغ الهي لي سرتاغ طلو اديغنا مخا كو غدبو مخا كلا غدبن طلو اديغنا كار كوما دخ جرتي قلعاد لو كا دفاعيسانا ما جفتي تنبا ايل كا يرن بالا ايما انا هوريني هدبا اسك ديار كرو ان سدو كلا نبي محمد عليه الصلاه والسلام سو عشر روسيو ومديس كان يأمرهم بالاعتبار بالموتى ضدك انتي آسان أي أيوة حراشة تشيدة براروتين تكسين جلي ووحل إلى الواعد من اتعذ بغير قفك وانا قادنا يا وك موقالك كوانا قاتا إيا عدي لما تومرك أركا يبر فاعتبروا يا أولي الأبصار مركا الرسول صلى الله عليه وسلم وحد عليه طول آسي قف أصحابك كمدة فوقف عليه وستو تاغد حوغا بو تاغنا بركا سو فكر النبي عليه الصلاه والسلام ما قايلين جيرين سيده رغين واي قايليان هذا حق الله استغفر الله لا اله الا الله وحن بدن اخريان ما اخري جيرين النبي ويه وامس يا اصحابنا وي ودا امسيه
halkaas sawir baa la qaadanaya quwada mukhayirada ah maskaxda waxaa lagu sawiranayaa mustaqbalkaasa laga fikiraya dabeetana markii damu nabigu soo miiraabayo asxaabtii buu ooga wuxuu yihi salu istakfiruu liakiikum wasaluu lahu tathbiit fainahu alaana yusal walaalkii ilaahay dembidhaaf weydiin maanta dembidhaafkeennaas u baahan yahay inuu ilaahay dembidhaaf weydiinaabu u baahan yahay wasaluu lahu tathbiit ilaahay waxaa u weydiistaan inuu ku sugo qowlka haabitkaoo imtixaanka uu gudbo malaa'igta ilaahay uu soo dirayo fainahu alaana yusal haddaa la weydiinayaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam iminkay su-aashii ku bilaabmaysaaye oo naftiina ay ku soo noqonaysaaye u weydiiya buu nabigu leeyay calayhi salaatu wasalaam ilaahay inuu qowlka haabitka ah ee qur-aanka uu ku sheego towxiidka ah ku sugo yuhabbitu allahu aladiina aamanuu bilqowli haabit fi lxayaati اdunya wafi اlaakhira intaas waxay xaggii axaadiidta waxay aayadihii qur-aanka geeridayna baraya si qalbigeenu u dabco oo qalbigeenu u culmo iyo axaadiidii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaan iyagana wax yar ka soo qaadanayna aqwaanu salafi can lmowt dhimashada iyo bal salafuna saalix sida iyaguna dadka ag jooga ugu baraarujin jireen abubakar sidiiq allaha ka raali noqdo inantiisii caaisha ayaa ag fadhida ninkeedii way ag fadhida oo nebi maxamed markuu dhimanayo aabaheedna way ag fadhidaa kolkuu dhimanayo kolkay way taqaanaayo kolkay aragtay naftu kasii baxayso ayaa nin shaacira gabaygiisiibay ayay dib u mariso waxay tidhi lacamruka maa yugni tharaau can ilfataa idaa xashrajat yawma wadaaqa biha shadru maxay ka taraysaa qofka dhalinyarada ah ama adduunyada leh adduunyadiisuba maxay ka taraysaa marka naftu ay qabatee laabtiisu ay highig leedahay bal waayo naftu maxay ka taraysaa maxay ka taray adduunkii uu lahaa muxuu geerida ka taraya ninkaa shaacirka ahay sidaasuu leeyahay marka abuubakar sidiiq isagoo hadda sii dhimanayo sakaraad kuba hayo wuxuu doonay inantiisa inuu saxo ma diidayo geeridii inuu dhimanayo taa uu la waafaqay laakiin waxa ay daliishato gabayga abu diidayo waxa uu intu wejigii marada sidaa uga yar uga qaaday laysa kadaa taquuli laa taquuli kadaa sidaa ha odhanin laakiin waxaad tidhaahdaa wajaa-at sakratu lmowti bilxaq waxaad tidhaahdaa aayadda suuratu qaaf ku sugan dariisho waxaad tidhahdaa geeridii xaq ahayd baa timid waana xaq weeye wax difaaci karayaana ma jiro dabeetana inay la fahmeen geeridiisa kolkuu isna dareemay ayaa wuxuu ihi unduruu thawbaya haadayni faqsiluuhuma wakafinuunii fiihima faina alxaya axwaju ila aljadiidi min almayt waxaan idiin sheegi lahaa labadaydan go' qaada oo iisoo mayra labadan go-un aniga ii mayra oo kafan iiga dhiga kuwa cusubna idinku iska haysta kafan cusub ha iisoo iminina waayo kafanta qofka dharka cusub waxa u baahan qofka nool kan maydka ah markiiba wuu isbedelaya oo waxaa dee ku dininayaa wixii qofka ka imanaya marka waxba anugu mid cusuba ma baahniya labadaasuu ii mayra kolkaasa asxaabtii isdaba socotay le madaxweynihii muslimiintu ahaa khaliifatu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam markii loo sheegay dhimashadiisa iyaga oo isdaba socda ayaa raabaraaba ay ugu soo gelayaan abuubakar sidiiq markaasaa waxay idhaahdeen alaa nadcuu laka tabiiban yanduru ilayk miyaanaan kuugu yeedhaynin qof dhakhtara oo bal xaaladaada hoos u eega markaasaa wuxuu yihi qad nadara ilaya tabiib wa qaala innii facaalu limaa uriid wuubay eegay dhakhtarkii idinka hortiino wuxuu ugu yidhi anigu waxaan doonaan sameeyaa dhakhtarka ujeedaana waa ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay buu tabiib ku magacaabayo luqadii ay fahmayeen buu kula hadlayo meesha mid unbaa ka tabiibaho waa ilaahay buu isagunbaa wax caafiya isagiina wuxuu ii sheegay inuu wuxuu doono sameeyo waxyaabahan ka filayana waxaan ka mid a inaan tan kasii socdo marka halkaa waxaynu ka arkaynaa luqadda ay ku wada hadlayeen dadkaa saalixiinta ah iyo luqadda aynu maanta ku wada hadalnaa markuu qofku naftu ay ku timaado aada bay u kala duwayn saaxiibkii abuubakar cuhmaan ibnu cafaan sida la ogsoon yahay isaguna markii uu la dilayay kelimaad aada u qiimo badan buu lahaa dadka qaarkood wuxuu lahaa war salaada ha ka habsaamine ordo jamaca cali ibnu abi daalib ummadda uu tukinayo ordoo taga wax lagu dhinto salaada u qiimo badan isagoo gadhku uu ka dareerayo dhiigu
oo hubkii lagu boobay lagu dilay ayaa ummada u warwaraya waxa Allahumma ajmi' ummata Muhammadin wad-dima'u tasilu ala lihyati fa yaqulu la ilaha illa ant Muawiya wama hawili muslimin to sahabadi isaguna kamid aha waxa uu isaguna sidaas oo kale ereyo ayaa uu ku muujinaya maalintaas oo kale inuu dadku kala duwan yahay qofkii aan xil haynin ayaa maalinta dheefay buu aha ليتني كنت رجلا من قريش بذي طوى واني لم الي من هذا الامر شيئا ورمانت بولمانت ما لم يسكم تشيلانا وان دمانيا وحن جعلي سلها ان كمد هان لها من قريش تكمد او دوحا ذي طوى لا اله الا اسك جوغا او ان عيدنا بمدح بقني وحن كم رغيسنها مشكله دي مدح تنمدا هي مرانكيدي ايان كم رغيسنها انه هلكا الهي وحي راعه سبحانه وتعالى sidaas oo kalu lahaa ninkii loo oran jiray Abdul Malik ibn Marwan oo madaxdi reer Bani Umayya uu waayay buu kamid ahaa madaxweynayaasha muslimiinta soo maray isaguna wuxuu tamaniyay markii uu sii dhimanayay buu ummada u sheegay inuu dhimanayo wuxuu lahaa laytani kuntu ghasaran akulu min kasbi yadi yawman bi yawm walam alim min amri dunya shay'an fa balagha dhalika aba hazim at-tabi'i al-jalil waxaan jeclaan lahaa inuu doobiilo inaan noqon lahaa doobiile oo dadka dharka mayra oo aan yoomkii wixii aan soo saaro un cuni lahaa dadkanna arrinkooda aanan waxba madax ka noqon lahayn madaxtinimada iyo mas-uuliyaddii aan ku gabood falay baan ka warwarsanahay buu lahaa uu dareemayaa inuu dhimanayo dadkana taasi uu sheegayaa kelmaddana wuxuu leeyahay bal dadka ka dambeeya inay casharo noqoto imaamkii weynaa taabicigii jaliilka ahaa ee Abi Xaasim la oran jiray ayaa la yiri odaygii Cabdul Malik la oran jiray markii uu sii dhimanayay sidaas uu calan calan oo uga cataabay madaxtinimadii kolkaas uu imaamkaasi wuxuu yiri alxamdulillaahi alladhi ja'alahum idaa hadarahum almawt yatamannawna ma nahnu fiih wa idaa hadarana almawt lam natamanna ma hum fiih ilaahay baa mahadle ilaahay ayaa mahadle iyaga ka dhigay kuwa jeclaysanaya waxaanu ku jirno markay sii dhimanayaan madaxda ilaahay wuxuu ka dhigay marka ay dhimanayaan inay jeclaystaan xaaladan anagu ku jirno inaga annagana ilaahay nagama dhigin markaanu dhimanayno kuwa xaaladooda jeclaada macnaha madaxtinimadii iyo mas-uuliyaddii iyo mushkiladii ay lahayd maalinta laga murugoonayo marka la sii dhimanayo laakiin qofkii iska gacan bannaana keligii ilaahay iska caabudayay dhibka ma qabo Haaruun Rashiid oo isaguna madaxweynayaashii ugu cuslaa ee muslimiinta soo maray ka mid aha waxa uu yiri bal hadda ii keena kafanta intaqa akfaanahu biyadi kafantii baa loo soo dhigay halkan agtiisa dadkii oo dhan waa wada joogaan madaxdii kadibna wuxuu leeyahay bal hadda kaa ii qaada kaasaa wanaagsan uu kala dooranaya sidan had iyo jeer bacadlaha marka aad tagto dharka aad u kala doorato rag buu wax tusayaa wuxuu lahaa madax dhulku ka madax ahaa dhul aad u ballaadhan buu ahaa ragee ugu dowladda uu xukumayaa ugu dhul ballaadhayd buu ahaa saa daraaddeed mid buu kala baxay wuxuu xidhay iga socotaaye taasu maynu isku ognay taasa u wanaagsana taa igu xidha kadibna eray buu kaga tegay adduunyada oo dadka uu duruus iyo casharo ku siinayo waxa uu ma aqna cannii maaliya halaka cannii sulqaaniya ma aqna cannii maaliya waxba igama tarin buu xoolahaydi halaka cannii sulqaaniya wuu iga tegay oo wuu dhaafay awooddii aan lahaa dowlada aada u badan oo caalamka ka mid inay xukumaan buu keligii xukumayay madax ka ahaa bal haddaba waa kaasi madaxtinimo ballaadhanna waa lahaa maal aada u badanina waa lahaa waxba igama tarin buu dhibaanto naftu ay sii socoto waxaynu uga jeednaa kuwa iyo dar badan oo kaleba way jiraane waxaynu uga jeednaa inaynu baraarujino xusuusta la xusuusanayo geerida ee loo diyaar garoobayo in lagu tarbiyeeyo dadka oo odaygu intuu ehelka la fadhiisto uu odhanayo heblaayo iyo xaaski iyo caruurtii haddaan caawa dhinto ka waran maxaad yeeli lahay adigu hebel maxaad ka yeeli lahay ummadda maxaad ka yeeli lahay sidaad odhan la dabatana qof duruus la iska waraysto caadiya sida businesska iyo dhaqaalaha guriga iyo waxbarashada iyo aynu isaga waraysanayno waa xaalad lama huraan aho hawl badan wixii aanad la hurayn aanad huraynina horaa loo yeelo ama horaa loogu diyaar garoobaaba la yidhiye nolosha caadiga dhalashada iyo dhimashadu waa laba isbarbar socda almawaaliid walwafayaat geeridiiyo nolosha
sida kale u dhimanay u dhalanayaa dhimashadiina u barbar socota kan waa la soo dhaweynaya kanna waa la sabootiyaya sidaas oo kale in loogu diyaar garoobo oo heblaayo way u mulaysaayo waa la sugayaa kanna geeridiisa waa la sugayaa xisaabtu waa inay noocaan noqoto oo mushkiladdu waxay naga haysataa oo qafladda iyo waxaan inagu foorara wuxuu ka imanayaa isdiidsiinta haddii qof la yidhaahdo hebel hebel baa xanuunsanaya insha allahu dhiman maayo haddii qof la yidhaahdo haddaad dhimato alla ma qadara buu leeyahy ilaahayba ma qadara inaad dhinto laa samaxa allah macnaha wuu iska fogeynaya waan u qadaran yahay bay ogo arsaaqadiisa iyo geeridiisa marba la wada qorayba iyo ajashiisa kawalaalayaal naftayda idinka waxaan isu sheegaynaa inaynu barnaamijka ku talagalo sida loogu talagalay ugu muhiimsanna waxa weeye safarku uu dheer yahay dariiquna waa adag yahay caqabado badan buu leeyahay waxyi inoo sheegayna ma jiro waxaynu mutaysanayna cid maanta inteena halkaa fadhida ama maqlaysa janno go-ani u meel taallo oo daliil u sheegay ma jiro marka waa inaynu rajaha iyo khawfka cabsida iyo rajaha labadaasayn isku barbar wadayna sahayduna waa lagama maarmaan safar aada u adag oo qarfooyin badan la marayo iyo meel bahgooya oo aan cadi joogin marka lagu sii socdo qofkaasi rafiiq adag buu diyaarsadaa gaariid adag buu diyaarsadaa sahay adag buu diyaarsadaa sahaydaasu ilaahay ka warrabo wuxuu uhi watazawaduu faina khayra zaadi taqwa wattaquuni yaa ulil albaab sahay qaata buu ilaahay wax la sahay qaatana oo safarkaa adag ee dheer loo sahay qaato alla ka cabsigaa u fiican waxaynu isku waaninaynaa waa alla ka cabsigaa waxay isku waaninaynaa waa qalbigan qombobe qallalay inaynu qoyno oo geerida xusuusteeda iyo aakhira aynu ku qoyno oo wacdiga aynu dhagaysanno oo waxaan faraha badan ee qalbigu ku qalalaya ee adduunya jacaylku uu ka mid yahay ee hadalka xanta iyo beenta iyo ay ka mid yihiin iyo ziinata dunya adduunyada la daba carro waxaasay quluubta ayay ku qombabaysa mawaadiicdan aakhira is-xusuusinteeda iyo geeridana way ku qoyaysaa taa inaynu ka warhayno aada loogu dadaalo taasaynu isku waaninaynaa qofka wax sheegaya iyo ka loo sheegaya mid walibana wuu baahan yahay ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu nagu anfaco wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu jazaahu llahu khayra aljazaa ilaahay ha ka abaalmariyo sheekhu mawduuca qiimaha badan ee uu maaragtay inooga waramay waan xasuustay asxaabta rasuulka ayaa maalin maalmaha ka mid ah xandalaya raggii la mid ah ayaa wuxuu yidhi munaafaqnimaan isaga baqayaa buu maxaa dhacay baa wuxuu yihi rasuulka ilaahay markaanu ag joogno ee uu nawaaniye weliba aakhiro uu nooga warramo jannadiiyo naarta sidii dad daawanayo oo kalean noqonaa buu marala markaanu ka baxno eenu caruurtii iyo ciyaalkii dhex galana waanu is ilownaa buu yihi dee markaa miyaana laba qalbi yeelan buu yihi marka nebigu calayhi salaatu wasalaam abubakar oo isna saas leeg dareemay iyo raggii qiimaha badnaa baa u tegey markaasa le rasuulka ilaahi ninkii xandala wuxuu sheeganayaa bal munaafaqnima ee ka waran maxaa dhacay buu xadiidka wada haysaan wuxuu markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markii loo sheegay ku jawaabay sidaa markaadii ag joogtaan aad aakhira u xasuusantiinee qalbiginu wanaagsan yahay ma waa habka malaa'igtu ay wax u wada eh haddaad sidaa joogtayn lahaydeen dee malaa'igtaaba dariiqeedii ku gacan qaadi lahayd laakiin saaca wa saaca innagana ilaahay naga dhigo haddaba aan su-aalaha u noqdo kaawaa inoo barito su-aasha u horeysa ee sheekh la weydiinaya waxaa jiri anigoo ah hooyo waxaa iga soo dhacay ilmo shan bilood ah ilmo shan bilooda baa iga soo dhacay qof dumara ayaa aastay markii uu soo dhacayna in yar oo neefa ayaan ka maqlayay maxaa kafaara guud ee sameeyaa maxaa kafaara guud ah ee aan sameeyaa way su-aasha labaad waxay tidhi aabbahay ayaa isaga dambeeyey ama isku maray hooyaday iyo habaryartay meherkoodii ayaa weydiiyey aabbahay dabadna wuu igamuu jawaabin macnaa wuu iga aamusay meherkii hooyadeed iyo habaryartii labadaba waanu dhintay maxaan sameeyaa mid bismi illaahi raxmaani raxiim marka hore
المها يري مركا وصار دش استغل نار وحأقول لي أفرتي الرمادة أواجي بتشري قفك وين أردنتا وأين لما يرو كفنتنا لوحرو سلادنا لقط كذا لنا عصو هدي وصار دش استغل آن نارين سلادي ملها لكن صد حديك الولي هل كان حكم مغضينا تشيكتين ونولا أفرتي بولي وحكم قال مركز سيدة آذ حسطي سلادي والله آسي انتي كلا اللوقة بي لكن سلادي ويكم مقانت هدي وميل بي يتشوغو هل كان والاقي قدتو كان كرا سلاد قف مقان هدي ومقالة هدي ميل بي يكو آسي هاي من لي هدو مقالة كو آسي هاينا وين حباشي هدو قيسا إن شاء الله كسرت كذا أفر الكيس وريدة جواب تساس إن كسرورنيا سؤال الله بعد آت المانتي إن مهركي هو يي هبر يرى أبى الله قلها وإن له بأمرك الله بحنايا أمرك الله هو أي الله بحنايا لكن هدي آل أوجين إنه سي يي إني سامحين مدنا آل أوجين قدر كوهانا آل الجرنين وحكا واجبا يالاقو حسابتما مجرو ويا وحي حقيقة يالاقو حسابتما يا مقران كريسي وحاد كسو قادي مركا شيء حقيقة يهديا نترين وحي مكالاقو ورانا يا وحا بحي مجرو والله أعلم. جزاك الله خير سؤال الصدحات وحي ليه ذهي قبل النقابك حدي مرارك قار لغو قصبه إني إسكا قاطو نقاب سيد حلية ذا لو كتر امتحاناتك واحد دمبي ما كتر سؤال شكله وعتر إسكول كا عروتها أيا الله يقولها في إسكول كا أيا عروت الله يقولها إسكول كنا وبربوري العقد هنا ورغد بيكو قرني سديبان أبحيا أيا أديبا هدي دت كي قار عن قرن وايو سدان الأهدا marka hore wajiga iyo labada gacmood inta laga faraxasho qarintoodu waa sunne faral maaha hadii baahi adag ay timid oo macallinkii uu kala garan waayo qofkani qofku yahay ama imtixaan adag lagu jiro duruftu keento way banayn kartaa gabadhu taas waa jawaabteeda markay soo koobno su'aasha labaad ee deyn lagu lahaa oo iskuulku kugu lahaa deynta weyna dadkeedii gaarsiiso إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها آيات كلا إلها وحول فإن من بعضكم بعضا فليؤدي الذي تمن أمانة قفك الآمنة حولها لو آمنين كان هديبه وهبحيه بعد الدون هنتي لا ياشيات كلها شي سي في قائي العكتي بشل بحيني إياق السي من الصدقين كلا يسيد إلى إياق أدويدو هداد ويدا صدقه وضعه بحين كرتان لكن هرت مدسي أو بعد الدون إن هذا الشهد أمانة دي سيدي وقودتها لك يا الله والله أعلم. جزاك الله خير الجزاء. سؤال الحال أفراد شناد وحي لا هاي ملا قرال كان سلام وحبا خير قلدن عيال أن هبرير وهاي لما عيال هبريرتين الشيء أيان سأقد قنها وحبا نقلطنا وما نفهمين وخرسك وحبا نقلطنا إما يقول حرام باشيخ هذا بشيك واي سؤال اللي حدنا وحي لا ذا هاي عقوم بان هايستا أنا قا أوش قيّا عد وحبا يقوم السيسو إيه صدقة ما كب حين كرا وحاش عسنا مركورة هدي هذا كسون تهاي نضح قلا ضه وسؤال شو ده هدي هاي ساو شيخ هو آخرية تهاي قف كوحي وقل ده وين استحاه هدي حولات كقالت عرورتا ما تدا هيك وأك شوكتو علي ما أنت أيا دير همية دينار هاي ستا دين بحبو نبي قول أنت ما أنت دير همية دينار هاي ستا بري مركا بلا العقية بلا دنيا نقطان قيامها وحبا ما دين بحكرت ولا يسقبصنا إياه ولا يسايستا مركا تاسي تسي هرون بيلا معنا تاو قفكي وحكوولا ما أنت إنا كدين بحضا سصفايسكو دادان حولها أغانت iyaga mikasaad sheegtay xoolo agoomeed ma aha waa qaar aad ugu shaqeyso
كوا أذو قاد سقي سدة أجانت كم ما جعوني أضاب أو إحسان صبينا يا جانت أو مصروفة يا أو أجر إلهي كجد دوني يا اختيار بعض الله هذا إن ذبح كسر قي ستوات كبحس كوا أجانت وح وحكعوني كرا قفك وش قينا يا قفك وحبر يا قفك يجا ساعدة يا أما وح كدر سنة يا وحنا سل دي ذي يا قفا وحبق قبنين وحكعنا تاسنا عريس بيكوت هاي إلهي بان الديدا وحول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حولها أقونتها ودواننا إلا الدريقة ونكسنا ونكبضنا ودواتان مويانا ووحي يقدروا مركا لو حول وإنتو خالدوهم في إخوانك هدا وحيس كدر ستان أقونتوا ولاليه أدنا وحبات كيني إيانا وحبي كيني ولا وضعوني مركا حولها أقونتنا الساسة لولا نقما أدباني ودي بدايهين حولها أقونتوا ونار بالوغا دادعه حتى قفكو كتعديو كحد كدبو والله اعلم. جزاك الله خير الجزاء. سؤال تطبعد وحي لهدهي تصبح ان لو تصبيح صدا ماي بنانت هي تسديدادنا وحي لهدهي غبدا حقبد هيسا هو تورس يعني غبدا حقبد هيسا اي اوريسا ما غلي كرتا او بيل كده ما كغلي كرتا يدو خدمتنا كسو يعني كسو صار نيسا وردي وهدي وبطه وبقلالي يكوم يالو قارو تصبحو سميسن كراقف قوري قول لغانا ياسي آن دادكو إسو تسين أو آنو إنو عبادة بدن يهي أرنتو قول لعينو استسنب آنو يمن كوري قو إسكار لغان دورا وقت يدو جان إسكال لأي بكو وردي وردي وهدو كوبانيه أو سيدا كم بقولك أهي صدحية صدن كالاقو علعلي سبحان الله والحمد لله والله أكبر وحفي عن سيد النبي عليه الصلاة والسلام لرنيي إن لغو تصبيح صدا فراها إيا حبناها هن مسؤولات المستندقات وكووح لويدين يو لغاها لين دونبو تصبيح دون وانور وشركا غيكو صنقون لكي وردقو مركو فرابطوا لو أقول يبيلين علمادو وانا وحو عبادة دي أكاشانا يسيدا مايكرايفون كان أدان كي يوعدق اللغو كاشادو كالي إساقو سيدي سمقصودو ماها لكن وآلد لو كاشانا يا عبادة دا إلالين تيدا sida inuu mikrofoonkan baahiyaha ugu kaashanayno cibaadada gaarsiinteeda dadka la gaarsiinayo hagbada waa lagu murmo culimadu qaar baneey qaar diideeyba way leeyeen macnaa waxay ka eegayaan muamaladan inaga dhaxeysa ee dadku intay lacag iska ururiyaan kolbo qof la siinayo ayaa amaah bay leeyeen marka waa amaah dheef soo jiiday oo qofku oranaya adigu ee amaahi ana aan ku amaahin شرط قاصر الله سعد كاسي كدي دانا وحيران أماه كفتو ليف سوتشي دوا ريبو قيب كم إذا علم هذا ويبنيان مركوا مثل هذا إسك خلاف لكن علم هذا عصر كان قار بنينا يا ويشران وحنسا كتلين لهين هك بده هتوقف كوتشره إن أنا خدمتك قاضا هدو خدمتك قاضا نيانا إن أنا يدك جلين الكاشيرون نقطة قف كاش هيا ونيو نقطة إسك درك لفتي سنة قيب بنينا يا ويشران لكن مران كاسو بالدين شاقية خلاف كاترة هي السبب تيس والله أعلم جزاك الله خير الجزاء لابد سؤال هذا أقول ضمبئية تسقال أدوح إلا هذا هاي شيخ مجر على مظل لغو قرطو إيشا يعني قفكين إلا هايسو محاسن لغو هرتي كرا سؤال شو ضمبئي سوحوي مجر تا سلاة شكري سيدي لوتو كذا شيخ way jiraan kullay calaamado lagu garto qofka marka isho hayso oo waxa kamida qofkiyo si degdeg ah inta lagu soo boodo ciira inta ay qof isarkeen ama qof isjeclaadeen ama qof iscaayeen ama qof uu ka naxay kadib si degdeg ah lagu soo boodo oo dhaca oo isbedela qofkiyo jirkiisa midoobaado oo la arkay inuu bedelan yahay ama madaxu aad u xanuuno oo madax xanuun badan yeesha adigu culimo badan waxay culimada ilaaj ka waramaan astaamo badan oo noocaas waqtigii nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam iyadoo safar lagu jiro ayaa nin asxaabiye meel ku maydhay dharkii buu dhigtay nin uu baa sidaa weego wuxuu waa ninka jirkiisu qurux badanaa ninkii markiiba uu dhacayba nabigu uu gartay kaleey salaatu wasalaam ninkii iska caafimaadka qabeeyma ka dhacay in la ilaayey wuxuu kuma u malaynaysan inay wax kaga dhaceen waxa lay hebel ba sidaa yiri hebelkiibu markaa uu yaro waa loo maydho bii ba lagu sayray inta loo weeseeyay ayaa bii lagu sayray isaga xagga dama laga sayray uba iska dhaqaajiyeeda marka ishuna way jirtaa oo nabi wuxuu yiri haduu shay qadarka ka dheereynaya isha ka dheereyn lahayd alcaynu haqqun
ولو كان الشيء يسبق القدر لسبقت العين مركز سيابها لقد داوين أنا وحكم إذا قفكي وحوري إن لو ويسيو كدبنا قف كان قار كدم بيها سكديسة لقنا نحيا لقو صيرة سيابها سحديث كمارت وكو داويي أو شجينا بقو عليه الصلاة والسلام صلاة الشكر ما شرته لكن واحد شرى سجود الشكر سجود الشكر أو هل مر للسجود أيوه واحد صلاة الشكر لا يلا برق عضادي ما شرته سأشا هدي أنا دين مقصية وحويان إن هدو نن أبهت سيو أو رأب بهب البنك وجود عيا جورس أو أي ديدو هبارو هباركم كل عيا إلهي بايقانين وكل عيا نسيجيو وارين لهي وأجي هاي سبحانه وتعالى لكن مركا نحس لهي وحوي مركا لا يسكور سنيو إن الله جورين أيو وأنا إن أنتو نرالي تاي ونكا يستورتان يسكو قنعة أهل كنا رالي هاي ولي بوالد كأبها إنه رالي oo reerki hooyadana way laga la tashada oo hooyaduna deewa ahanta gunteedii marka wixii lagu kala raali yahay oo la isku jecel yahay reerki hareeraha la qabto marka qoyskii aayatinkii raasmaalkii ubadka laga damacsana turunturada way laga ilaaliyo hadii hadaba gabadhu ay diido xaq bay u leedahay waqtigi nabiga way dhacdayba inaan tiri abahay nin buusiye nabi maxamed oo faj'ala lahal khiyar oo ri ikhtiyar baad leedahay way jirtaa marka de nabigu oran laha ya inkaar ku dhicina iska aqbal marka xaq weeye inay iyadu aan ikhtiyaarka leedahay waxa say iyaduna ka si wanaagsan ninkaasi haduu diin ahaan iyo akhlaaq ahaan wadaayo kolka horeba yaana istooranine ducada waalidka inay qaadato oo kuftun jilib iyo kalaam waalid midna kaama harabale kalaamka waalidku haduu xun yahay uu ku daba socon haduu wanaagsan yahay inuu ku daba socono ilaahay baa ku barakeyn marka iyadoo istiraahada qofkani qof ku wadi kara ma aha ka warwarta mooyaane هدو وناكسية هاي أو يعني استورني إنه أنا كل كهرة إسعلمني بها هدو وضعيه تعالى والد كيني قادتين كطلين هنا دم بيجان الله هداف كي والد كان الله هداف دم بيجان الله هداف كي والد كان الله هداف سفر كآخرين وقال هنا الله ينافذ ذي الله ينافذ ذي شن ذي سنة الله ينوصوروري عذاب كان الله ينقبض بادي والد كان الله ونحرست إن كان الله ينقدر ونحرست عبادة صوبني عقيدة وناكسن الله ينوافتشيو علمي قناة الله إنه سخيره قرآن كان قلبي قناة الله وعروها وعدادها كفريسيه إنه إيه عرورتي إنه قرآن قلبي قناة الله وفره تدك أهل القرآن قرآن كبرتئة كعمل فلا يكون ولاده لن ولاده الله إنه قرده وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك.